أولى محطاتنا لليوم رح تكون مع المحطة الطبية نور، ورح نحكي مثل ما قلنا ببداية صباحنا، كثير من الأوقات الجفاف وعامل الجو بشكل عام ممكن تسبب نوع من أنواع التشققات بالبشرة. صحيح. أو الحكة معين، وخصوصا هلأ نحن بزمن الكورونا ناس تستخدم المعقمات أكثر، حتى طريقة غسل اليدين صارت مختلفة، صارت الناس يعني إذا كانت مرة مرتين ثلاثة باليوم صار في أكثر اهتمام بنظافة اليدين، ومع فروق درجات الحرارة بين المي الباردة والمي السخنة، كل هاي الأمور ممكن تأثر على البشرة. إيمت بيكون الحكة طبيعية؟ إيمت بتتحول لمرض؟ وهون لازم نكتشف وشو هي الإشارات اللي بتعطينا طبعا دلالة على هذا الموضوع. كل هاي التفاصيل رح ضوي عليها ضيفتنا الاختصاصية الدكتورة وهيبة سليمان، اختصاصية بالجلدية، رح تحكي أكثر عن هالتفاصيل. خلينا نرحب فيها، سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتورة. يسعد صباحك. بالبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل والأسباب، خلينا نعرف الحكة الجلدية كمشكلة صحية شو هي. هلا الحكة هي طبعا عرض بيشعر فيه المريض انه بيحس انه بده يفرك الجلد تبعه. الحكه هي اكيد دائما في مرض، يعني ما هي ما شغله شيء طبيعيه، بس طبعا اي فبدنا ننتبه انه الحكه مثلا اذا كانت موضعه او حكه معممه واذا ترافقت مع اعراض ثانيه، ففي يعني نحن تقريبا كل الامراض الجلديه بتترافق بحكه. في امراض كانت مثلا صدف بالقديم ما كان من الأمراض اللي ما فيها حكة، هلا لا في حكة، كل الأمراض الجلدية تقريبا فيها حكة، فأكيد التشخيص بده يكون مع الأعراض المرافقة وفحص دقيق للمريض لنعرف شو سبب الحكة، وبعض الحالات طبعا نحتاج إنه نسوي فحوصات لنعرف شو السبب. نعم. طيب دكتورة، ونحن عم نحكي عن الحكة الجلدية ودائما قلتي كل نوع منها مرتبط بمرض معين، خلينا نحكي عن أبرز أسبابها واللي ممكن الشيء اللي هيك يعطي إشارات للناس إنه لا هي مو شيء طبيعي، هي أنت بحاجة تفحص عند الطبيب. هلا مثل ما قلنا هي ما أنا شيء طبيعي، إنسان عادي ما لازم يحك، أكيد تصير الحكة عند الأشخاص مرة مرتين بحياتهم بأسباب عابرة ما بتهم كتير. الحكة مثل ما تفضلتوا هلا إنه فصل الشتاء جفاف كتير، كورونا، المعقمات، المطهرات، أكثر شيء عم نشوفها بالإكزيما اللي عم تكون أول شيء تخريشية نتيجة التماس مع المي الصابون، المخرشات، إكزيما ربات البيوت، فمنشوف أول شيء جفاف جلد مثل الأشب العادي. بعدين بيتطور هالجفاف وقت يصير تشقق من كتر الجفاف، عم تروح الطبقة الدهنية اللي تفرز بشكل طبيعي من الجلد، فبيتطور هالشي وبتفوت العوامل اللي بتساوي لنا أرج تحسس، يعني مو بس تخريشي، تخريشي بيصير عند كل العالم. صحيح. وصلنا إيدينا 10 مرات حطينا معقمات بده يصير جفاف الأشب العادي، بس متى ما فاتت المواد المؤرجة من الصوابين أو المعقمات ممكن تساوي لنا بقى ارتكاس وإكزيما، بنقول لها إكزيما تماس، فمنشوفها كتير وخاصة هلأ فصل الشتاء. بالإضافة مو بس إكزيما تماس من المعقمات، ممكن الإكزيما التماس من النيكل، من الخواتم، من الحلاق، كلها اللي مانا ذهب أو حتى ذهب إذا عياره خفيف، فهي المواد في بعض العالم بتحسسوا منها وبتساوي لنا إكزيما تماس، وكلها هي أمراض حاكة كتير. الإكزيما هي موضعة بتكون وأحيانا ممكن تنتشر ويصير بكل الجسم. في عنا أمراض كتير جلدية ممكن تساوي لنا حكة، الحزاز المسطح، لدغ الحشرات، هذا اللي بيسألك بيكون موضع. يعني لما نقول مثلا أنه في حكة جلدية مزعجة بسبب الظروف المناخية مثل ما قلتي استعمالاتنا اليومية بتأدي لإكزيما، بس لا ممكن تكون مؤشر لأمراض جلدية أخرى. خلينا نفصل أكثر، نحكي أكثر، منقول هون لا مش بس انه عم نقول في اكزيما او مشكله جفاف بالجلد، لا هون عم نقول في مشكله جلديه او مرض جلدي بيؤدي للحكه. مثل ما قلنا في امراض كثير بتساوي لنا الحكه، ممكن مثل ما قلنا حزاز مسطح هو مرض مو انه كثير شائع، اللي اكثر شيء هو الشري، حزاز مسطح اندفاعات، بس بنشوف اندفاعات وقتها حطاطات بنفسجيه لماعه تكتر اكثر شيء على المعصمين على منطقه الظهر، فيعني هو من ضمن الامراض. مثل ما قلنا في عنا امراض كثير، المرض الشائع كثير هو الشري الارتكاريا، فهذا الشري المريض بنشوف اندفاعات حماميه لونها احمر مرتفعه عن سطح الجلد مثل انتبارات، بتضل ممكن ساعات وبتروح. في طبعا كذا نوع من الشري، الشري اللي بيصير كثير عندنا ممكن الشري كولينيرجي نتيجه تعرض للحراره، الدفء مثلا وقت نقعد قدام الصوبيا كذا، هذا ممكن يضل دقائق ويروح. في عندنا الشري اللي بيصير ممكن شري الماء، تماس مع الماء يساوي لنا الشري، ممكن شري البرد. في عنا كتوبية جلدية مثلا محل ما بيحك المريض ممكن بيبدأ بحكة خفيفة، محل ما بيحكي بيطلع عنا هالاندفاع الأحمر.
الشري هو عرض كتير يعني مرض شائع كتير، تقريبا 20% من السكان رح يصابوا بهجمة شري مرة بحياتهم، 90% ما منلاقي له سبب. بس مثل ما قلنا يعني وقت يصير شري مزمن هو شري حاد بيضل ممكن شهر شهرين وبيروح، فلازم نعالجه دغري، لازم نعطي مضادات للهستامين، ممكن نغير مضاد للهستامين، مرضى بيستجيبوا لمضاد هستامين ما بيستجيبوا لمضاد ثاني، فاكيد باشراف الطبيب، لانه متى ما صار اكثر من شهرين دخلنا بمرحله الشري المزمن. وبننتبه بحاله الشري الاندفاعات اللي عم تروح وتجي، دائما نطلب بالمريض نعرف شو الادويه اللي عم ياخذها، لانه الادويه هي سبب شائع كثير للشري. والاغذيه بدنا نحاول كل الاغذيه او الطعام اللي فيه مواد حافظه، يعني كل شيء مغلف، مرقه الدجاج اللي بظروفه، الشوكولا، التون، مرتديلا، كل شيء فيه مواد حافظه، الكولا، كل الشغلات نحاول نطلب من المريض يبعد عنا، ممكن الفريز، مواد البيض، يعني بده يعني هو حميه مريض الشري المفروض نبدا له ما ياكل شيء غير مثلا رز مسلوق، بطاطا مسلوقه، كثير صعب. فهو المريض بده يحاول يعرف اذا في سبب غذائي، ومثل ما قلنا 90% ما بنلاقي سبب، لازم نعالج الاعراض. وعاده مضادات الهستامين كثير فعاله بتكون، وفي حالات نضطر للكورتيزون ولأدوية تانية في حالة تعند علينا الشري. نعم. طيب دكتورة وهيبة، أيضا في بعض الحالات بتمر للأشخاص اللي عندهم أمراض معينة، مثلا أوقات بنشوف بعض أنواع الحساسية لمرضى السكري اللي بياخدوا أنسولين بيطلع لهم بأماكن معينة بجسمهم، في ناس بيطلع لها بالبطن على حسب وين بياخد الأنسولين أصلا. بنشوف بعض الأشخاص اللي عندهم حساسية مثلا بالأنف أو بالصدر بيطلع لهم أنواع من هذا بيظهر عنا عرض اللي هو الحكة. خلينا نحكي أيضا عن هذا النوع من الحساسيات. أكثر شيء اللي بيترافقوا مع التهاب أنف تحسسي ورمد ربيعي وبيصير عندهم التهاب جلد، هنوم مرضى التهاب الجلد التأتبي. هذا المرض اللي كتير بيعانوا منه الأطفال، خاصة فصل الشتاء، والأهل كتير ما بيحك المريض، يعني بيزعلوا كتير ما عم يحكوا، ما في شيء بيوقف لهم الحكة، كتير العلاج صعب. وكثير بننتبه لهم انه هدول عم يصير عندنا جفاف، بقع بتكون ممكن تكون نازله، ممكن تطلع اول شيء على الوش عند الطفل اول ما يولد، ممكن يعني بعد شهر شهرين، وبعدين بقى بتصير على الاوجه البسيطه، بس يكبر شوي بتصير على الاوجه الانعطافيه للجسم، ممكن معممه بكل الجسم. فهدون دائما نطلب منهم من كل امراض مرضى الحكه دائما ثياب قطنيه ما نخرش، لان كل ما حكينا ممكن تحول يكون عندنا حكه عاديه عابره، حكينا كثير بده يصير تخريش، وبعض الحالات بينبسط المريض من الحكه وبصير عنده المرض نقول له الحزاز البسيط او الاكزيما هي مزمنه، بينبسط بحكتها، كل ما حك بده يصير اكثر، يعني مثل بصير عندنا داره انه مغلقه ما في، يعني بدنا لازم نوقف داره الحكه حتى نقدر يتحسن المريض، سواء بالكريمات، ممكن كورتيزون، في عندنا ادويه مثبطات مناعه هلا او ادويه مناعيه كثير بتساعدنا، لانه كمان الكورتيزون خاصه عند الاطفال بنخاف وقت نحطه على مساحات واسعه ممكن يساوي لنا حتى قصور تظهر، وهي حالات شفناها انه وقت عم ندهن كل الجسم كانه عم بعطيه انا بالطريق العام. فهي اكزيما التأتبية، بالاضافه للامراض اللي تفضلتوا عنها انه ممكن يصير الحكي عن مرضى القصور الكلوي كثير بنشوفها، والقصور كمان اللي عند امراض الكبد. فدائما وقت الحكي ما عم تعطينا اعراض مثلا مرض جلدي موضع نعرف شو تشخيصه دغري، اكيد لازم نتوجه ونطلب التحاليل، سواء التحاليل بتدلنا على القصور الكلوي، البوله، الكرياتينين، التهاب الكبد، خمائر الكبد، كله لازم ننتبه، السكر، فاكيد لازم ننتبه. وكثير بنحكي هلا شوي على الامراض الحاكه عند الحامل، الحمل هو كثير بحفز بحفز، فممكن يصير عندنا حكة عاديه، ممكن حكاك حملي من إلا بتطلع اكثر شيء على الاطراف، ممكن يصير عندنا عقبول حملي، هذا مرض بيشبه امراض الفقاعيه، كمان امراض فقاعيه هي زمره واسعه، هو كل الامراض الجلديه بتحك، فنظير الفقاع بيطلع عند الحوامل عاده بالثلث الثاني والثالث. في عندنا مرض اسمه الحطاطات والوحات الشرويه الحاكه بالحمل، بيطلع عند اول حمل كمان بالثلث الاخير من الحمل، كله عاده بعد الولاده بيتحسن. في نوع من الحكه اللي بتصير عند الحوامل وبنخاف منها وما كثير بتبين عندنا، بس حكه انه بيكون عندنا ركوده صفراويه، فهي دغري لازم نعاير الحموضه الصفراويه، خمائر الكبد، لانه هي ممكن تاثر كمان على الجنين. فما نهمل اي حكه، اكيد نتوجه فورا للطبيب ليعرف شو سبب الحكه ويعطينا العلاج المناسب. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن الحكه الجلديه عند الاطفال، لما نقول في كثير يمكن من المشاكل الجلديه ممكن تصيب الاطفال ومنها الحكه الجلديه، ايمت الام بتقول انه هيدي الحكه مو طبيعيه او ممكن انا لازم اتوجه للطبيب؟ لانه غالبا الطفل بيتحرك كثير، بيحك كثير، بيحوص كثير، فبتقول لك لا هيدا الشيء طبيعي.
هلا مثل ما قلنا ممكن على الحرارة على الشو بيصير عندنا شركة كولينيرجي أو دخانية حمراء عم ينحبس العرق، فهي حكة عابرة راحت. بس هي الحكة هي دائما هي في مرض لازم نبحث عنه. الأطفال إن التهاب جلد تأتوي، في عندنا السماك هذا مرض الوراثي له دور كتير، يعني كمان الطفل كتير بيحك يعني، وللأسف كتير علاجه صعب. نحط المطريات مركبات البولة، وهذا دائما ننصح إنه عدم زواج بين الأقارب، لأنه كتير بيصير بالعائلات اللي في عندنا زواج بين الأقارب. فهدون أكثر شيء. الأطفال عندهم كتير تعرض، ممكن لدغ، ممكن التهابات الجلد، التهابات الجلد كلها سواء جرثومية سواء فيروسية كلها ممكن تساوي القوباء، تدخل الجراثيم بحك المريض. فكل ما حك أكثر بتصير التهابات أكثر، فأكيد لازم نحاول. ويمكن نسمع دكتورة بيقول مثلا جلده حساس، يعني انه هيدا طفل جلده حساس بتحسس من اي شيء، كمان هي لها مؤشرات جلديه. هي مثل ما قلنا هدول بيكون عاده التهاب الجلد التأتبي اللي ممكن يترافقوا مع الربو مع التهاب انف تحسسي، فكثير بدنا ندير بالنا عليهم. بدنا دائما تياب قطنيه، ما نفرك بالحمام، حمام سريع، دائما مطريات، المطري دغري بعد الحمام، الحمام لازم على السريع كثير، بحط له الشامبو يكون خاص للاطفال، في الصوابين كلها زيتيه، ودغري بعد ما نحمم نحط له مطري بشكل دائم، لان انا ما بدي ضل عالجه بالكورتيزون او بالمراهم المناعيه، فدائما المطريات اللي بتفيده ما بتضر. نعم، كمان دكتورة خلينا نحكي اليوم بالفترة الأخيرة مع انتشار طبعا وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، صار كل شخص بيكتب أي سؤال بده إياه بياخذ جواب، وبياخذ الجواب من دون ما يروح لعند دكتور. ونحن بنعرف إنه أساس الأمراض الجلدية اللي هو التشخيص السريري مثل ما معروف، لأنه لازم الطبيب بيقدر يميز هل هي الحب تحسس ونوع الحساسية من نظرة مثل ما بيقولوا. والكشف السريري ضروري، هلا عم يستبدلوه بالوصفات الموجودة مجانا على الانترنت. طيب بنسمع عن اعشاب، هلا قبل شوي كنا عم نحكي بتقرير عن البابونج. البابونج من ايام جداتنا معروف انه الطفل اذا عنده حساسيه او عنده التهاب يعملوا له مختص بابونج بيهدى وبيروق. اهميه هي الاعشاب هل فعلا بتشوفوا انه هي مفيده ببعض انواع الحكه؟ اكيد هي مفيده ببعض الحالات مثل البابونج، في بس في حالات كثير نباتات بالعكس هي بتساوي لنا التهاب جلد، مثلا اللبلاب هذا ممكن يساوي لنا اكزيما تماس ارجيه كثير قويه. فننتبه يعني دائما نحن البابونج كل الاعشاب ممكن انه ناخذها بالطريق العام افضل، بس مع البابونج في كثير مركبات مطريه بيدخل فيها، بس دائما ننتبه انه لازم نعرف شو سبب الحكه. مثل ما تفضلتي انه على الانترنت بيكتبوا حكه بالراس، حكه الراس عند الطفل مثلا ممكن تكون قمر راس، ممكن تكون التهاب جلد دهني، ممكن تكون صدف، ممكن صعفة اميانتيه، يعني في اسباب كثير، وممكن فطور كثير ممكن تحك، وممكن تروح له الشعر للطفل اذا ما تعالج فورا. فاكيد نحن نحاول نبعد كثير عن هالوصفات اللي عم نجيبها من النت، لان اهم شيء التشخيص السريري، مو بس انه نظر، بدك تاخذي الاعراض، بدك تجسي المنطقه. فأكيد بنطلب من الكل لا يلجأوا لهالوسائل، ومين ما كان بيكتب، مين ما كان بيعالج، بنشوف طب بديل. فيعني أكيد طبيب جلدية هو اللي لازم يقرر شو سبب الحكة مشان نعرف. طيب دكتورة خلينا نعطي بعض النصائح العامة لكل الناس اللي عم تشوفنا، لأنه في كثير من الأخطاء الشائعة هي اللي تؤدي لحساسية للجلد وتؤدي لتهيج الجلد وتعمل مشاكل جلدية عند كثير من الناس. مثل ما قلنا نحن اي مستحضر ممكن يساوي لنا اكزيما محله وحكه، حتى الكريمات فيها الكورتيزون اللي هي بتعالج الاكزيما، في بعض الصواغات فيها بتساوي لنا كورتيزون. مواد التجميل كثير بننتبه، مصاحيق التجميل، الاكزيما اللي بتصير من نتيجه المسكره، بصير عندنا حكه بالعيون بيورموا، فكله ممكن. اللي بيساوي الحنه، عم نقول النباتات، الحنه احيانا بنشوف التهاب جلد بالتماس نتيجه الحنه كثير مخيف، وممكن من شدته احيانا حتى يترك ندبات. فننتبه ما نستعمل اي شيء، يعني بكفي نحن اذا بدنا نستعمل بالبيت مطريات العاديه، جليسرين، فازلين، ما اكثر من هيك. في حال وجود حكه اذا ما تحسنت على المطريات ففورا لازم للطبيب لنعرف شو سبب الحكه. نعم. خلينا هيك معنا تقريبا دقيقه قبل ما نختم فقرتنا، شو ابرز النصائح اللي بتوجهيها اليوم لكل يلي عم بيتابعنا ممكن بيعاني من نوع من انواع الحكات، وخصوصا في ناس تاخذ الدواء بتستمر عليه لوحده من دون ما تراجع؟ اكيد مثل ما قلنا احنا ما بيصير الدواء نستمر عليه سواء كان مضاد هيستامين او كان كورتيزون. الكورتيزون يعني مصيبه انه نستمر سواء شربات عند الاطفال، برجع بجيب الدواء لحالنا، لانه ممكن الكورتيزون بحد ذاته يساوي لنا مشاكل كثير، ممكن يساوي لنا ضمور جلد،
ممكن توسع أوعية، ممكن يساوي لنا شعرانية. فدائما نلتزم بالمدة العلاجية. في كريمات دائما فينا نحطها، مثل ما قلنا مرضى التهاب جلد تأتوا بالسماك الفيا المطريات اليوريا بنسب خفيفة. إيه يعني كمان النسبة لازم نعرف شو التركيز. مثلا اليوريا أنا كمطرية 5%، إذا 10 بيصير أكثر، إذا 20% بيصير إنه بيقشر كتير. فلازم ننتبه على تركيز الدواء وينوصف من قبل الطبيب، ودائما للفترة اللي بيحددها الطبيب. مطريات عادية ما عليه. بنرجع بنقول الاطفال انه نحاول دائما ثياب قطنيه، ما نفرك بالحمام الاطفال وحتى الكبار. الاكزيما التأتوبيه يعني في قسم كبير بفتره 5-6 سنين بيتحسنوا، في ناس لا بيضل لفتره البلوغ، وللاسف في نسبه قليله بتضل لبعد البلوغ وكل العمر. وخاصه بفتره الشيخوخه هي بدون شيء بصير عندنا جفاف جلد، عم تروح الطبقه الدهنيه. فكيف كان انه اذا بالاصل عندهم جفاف بدهم رح يتعرضوا كثير للاكزيما والتحسس، وحتى نتيجه زوال الطبقه الدهنيه ممكن يصير عندنا خدوش وتخريج وتفوت عندنا جراثيم وامراض ثانيه يصير عندنا. صحيح. يعني بالختام بدنا نشكرك دكتوره وهيبه على كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا كثير لكم، الله يبعث الخير. يا رب. بدنا نشكر اكيد، بنتمنى الصحه والسلامه لكل الناس، واهم شيء استشاره الطبيب.